عندنا شخصيات ورموز ثقافية عالمية أبدعت، وقد إيه اسمها عايش معانا لحد دلوقتي. والنهاردة هيكون معانا واحدة من أبرز الشخصيات دي، وهو عميد الأدب العربي الكاتب الكبير طه حسين، اللي عدى على رحيله 50 سنة. وبالرغم من كل السنين دي ومن رغم من كل سنين غيابه دي، إلا إن اسمه لسه حاضر بقوة. وبمناسبة ذكرى مرور 50 سنة على رحيله أو على رحيل الأديب طه حسين، أطلقت الهيئة العامة للكتاب مشروع استعادة طه حسين، واللي شارك فيه دكتور سامي سليمان أستاذ النقد والأدب العربي الحديث اللي معانا على التليفون دلوقتي، وهنكلم معاه بالتفصيل عن المشروع الثقافي ومشاركته فيه، واتكلم في ايه عن طه حسين تحديدا، لانه طبعا هو المشروع كان استعادة طه حسين. اهلا بحضرتك دكتور سامي. اهلا بحضرتك، مساء الخير، ازاي حضرتك؟ والله الحمد لله تمام. اولا يا ريت تكلمنا شوية عن استعادة طه حسين او مشروع استعادة طه حسين اللي قامت به الهيئة العامة للكتاب. في الحقيقة هذا المشروع تقوم به الهيئة المصرية العامة للكتاب التي يقودها المثقف المستنير الواعي الدكتور أحمد بهي الدين، والهدف من هذا المشروع هو إتاحة عدد كبير من كتابات طه حسين أمام فئات القراء، ولا سيما القراء من الأجيال الشابة التي قد لا يعرف الكثيرون من هذه الأجيال كتابات طه حسين. والمقصود هنا أن تتاح لهؤلاء الشباب خاصة إمكانية قراءة كتب طه حسين والتعرف على مجموعة القيم الأساسية التي نادى بها طه حسين في كتاباته المختلفة. ومن أبرز هذه القيم التي كان طه حسين يدعو إليها في كتاباته المختلفة قيمة العقلانية، بوصفها أداة للنظر إلى القضايا المختلفة ودراسة الموضوعات المختلفة، ومنها أيضا قيمة قبول الآخر والإيمان بأن هناك تعددا في الآراء في القضايا المختلفة، كما أن هناك أيضا تنوعا في المواقف في القضايا المختلفة التي تهم المجتمع. وهناك أيضا قيمة الحرية بأبعادها وبدلالاتها المختلفة، وكذلك هناك أيضا قيمة العدالة الاجتماعية طبعا التي تعد أساسا لتنمية الشعور بالانتماء، وأيضا قيمة الإيمان بالتعليم وبالقيم الإيجابية التي يزرعها أو تزرعها المؤسسات التعليمية في عقول الطلاب. فهذا المشروع هدفه أن يتيح للأجيال الشابة خاصة قراءة أعمال طه حسين مرة ثانية. عايزين نتعرف أكتر من حضرتك عن مشاركتك في هذا المشروع الثقافي إلهام أستاذ تاني. أنا يعني شاركت في هذا المشروع بمجموعة من الأعمال، فكتبت بناء على تكليف من دكتور أحمد بهي، كتبت تصديرا عاما لمؤلفات طه حسين التي ستصدرها الهيئة الكتاب في إطار هذا المشروع. وحاولت في هذا التصدير أن أركز على مجموعة القيم الأساسية التي دعا إليها طه حسين في كتاباته المختلفة، كما حاولت أيضا أن أبرز الأدوار المتعددة التي قام بها طه حسين في حياتنا، لأن أدوار طه حسين لا تقتصر على الحياة الثقافية أو التعليمية فقط، وإنما تمتد إلى الحياة الاجتماعية وكذلك إلى الحياة السياسية أيضا. طبعا، ويمكن ده اللي أنا كنت هسأل حضرتك عنه، هي أكتر ما يميز كتابات أديب الأدب العربي طه حسين. طبعا طه حسين هو مفكر مصري حديث ومعاصر،
صاغ في أعماله المختلفة مشروعا للنهضة المصرية وللنهضة العربية. هذا المشروع الذي يوصف أيضا بأنه مشروع للتنوير. جميل. وكان الهدف الأساسي لطه حسين هنا أن يضيء عقول قرائه بأفكار جديدة تمكنهم من أن يفهموا حياتهم على نحو جديد، وتمكنهم أيضا من أن يدركوا العقبات التي تواجههم في واقعهم كالجهل مثلا أو التخلف أو عدم الوعي بدور الإنسان في مجتمعه، لكي يواجه القراء هذه العقبات ومن ثم يسعون إلى أن يسهموا في إقامة مجتمع جديد تتحقق فيه كل القيم الإنسانية النبيلة. وطه حسين ظل طوال تاريخه يستخدم وسائل مختلفة لنشر هذا المشروع، وكانت الكتابة بطبيعة الحال سواء كتابة الكتب أو كتابة المقالات كانت وسيلة أساسية له، وكانت كذلك مشاركته في الحوارات المختلفة التي كانت تقام وفي الندوات أو في المجادلات. وكذلك كان يستخدم التعليم وسيلة لنشر هذه الأفكار، لأننا نعرف أن طه حسين هو أول مصري يحصل على الدكتوراه من الجامعة المصرية، وبعد أن حصل عليها وبعد أن حصل على الدكتوراه من فرنسا أيضا صار واحدا من أوائل الأساتذة في كلية الأداب جامعة القاهرة. جميل، ويعني أتمنى يا رب إن شاء الله نجاح المشروع، وحقيقي كاتب كبير زي طه حسين إحنا محتاجين دايما نستعيد وجوده ونستعيد كتاباته عشان تقدر فعلا توصل للأجيال الجديدة. أنا بشكر حضرتك على وجودك معانا عن طريق التليفون، ميرسي جدا جدا، وإن شاء الله نقابل حضرتك قريب وتنورنا في الاستوديو. دكتور سامي سليمان، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، بشكر حضرتك.